ده انا كنت لصيت في كرشك وبطحت نفسي عليك وصورت لك قتيل. بطحت مين يا مجنون انت؟ انا هديك بالجزمه فوق دماغك. الجزمه فوق دماغك ودماغ اللي خلفوه. ما بقاش ناقص كمان غير الافاق الحرامي ده يعلي صوته علينا. انا الحرامي وافاقي يا بتاع النسوان. يلا يا متخلف. عيب كده. ايه يا محي اللي بتقوله ده؟ ايه الكلام الفاضي ده؟ تعالى قدامي. امشي امشي. يلا كل واحد يروح لحاله. اهدى يا استاذ احمد اهدى. بقى ايه في ايه؟ انا عمري ما شفتك متعصب كده. انا اسف اسف جدا يا هنا. اسف خرجني عن وعي. الله يكحمه. انت ممكن ما تتعصبش كده تاني؟ وبعدين انت جرى لك ايه؟ انت طول عمرك هادي ولطيف ودماغك اكبر من المهاترات دي. انا موضوع هادي فعلا هادي ولطيف. انا هادي ولطيف بصراحه. هي دي الحقيقه. والله انا لو اعرف كده ما كنت عملت كده خالص. سامحيني هنا سامحيني. بس وعد هادي ولطيف. يعني ما جاش لحد دلوقتي. شكله كده مش جاي النهارده. سالت حبشي وقال لي ان هو عنده ظروف. اوعى يكون رجع في كلام. رجع في كلامه ازاي؟ ده جواز مش لعبه. شكله كده فاكرها لعبه. هو مش كان جاي النهارده عشان يفتحني في الموضوع؟ ولا انت بتضحك عليا يا فضل؟ انا ما ينفعش اضحك عليكي. وعموما الحاج كلمته واحده، طالما قال ان هو هيتجوزك يبقى هيتجوزك، ولو الحاج ما اتجوزكيش هتجوزك انا. ليه؟ وانت فاكرني مش لاقي حد يتجوزني ولا ايه يا فضل؟ لا ده انت الف من يتمنى يتجوزك. يعني انت على ذمتك ثلاث ستات؟ يا بقى كفايه كده بقى الله يكرمك. مالوش لزوم النواره بقى والتقطيم، انا مش ناقص. يصير ليه؟ يعني تروح تتجوز من ورايا وتحرجني قدام الناس وتخلي رقبت زي السمسمه، وفي الاخر تقول لي مالوش لزوم التقطيم ده؟ امال هيبقى ليه لزوم امتى ان شاء الله؟ يابا يعني ما تاخذنيش، هو هيجيبه من بره؟ انت عملتها قبل كده واتجوزت على امي ومن ورانا برضه. اه عملتها بس جبتها لحد باب البيت مش داريتها. ايوه بس اللي انا اعرفه يا حاج ان احمد اول ما خلف قال لك على طول انه متجوز. اديك قلتها بعظمه لسانك يا سي محمد. اول ما خلف يعني مش قبل ما يتجوز. ها وبعدين انا مش بتكلم عن اللي خلف منها، انا بتكلم عن التالتة اللي معرفش عنها اي حاجه ولا حد يعرف عنها اي حاجه. انا عن نفسي معرفش اتجوز امتى وازاي. اذا كان ابوه اللي خلفه ما يعرفش، انت اللي هتعرف الزفت انت. حق يا احمد، مالكش حق في الموضوع ده. الاصول برضو كنت عرفت ابوك على العروسه، يمكن كانت عجبته واتجوزها هي كمان على امي. الله 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 الله. جراده فتح جرايه انت هتستهبل ولا؟ وعشان اكلتني حتتين لحمه وشويه فاكهه هتتنور عليا؟ العفو يا حاج، ده انا بهزر معاك والله العظيم. ده انا مبسوط اخر الانبساط ان انت قاعد وسطنا في ملكنا وعمارتنا. اه انت عارفين يا اولاد دي اول مره نجتمع برابطه المعلم في مكان غير المصمط وبيت العمرانيه القديم. يا رب يا دكتور احمد كده تفضل تتجوز على طول عشان تجمعنا الجامعه الحلوه دي. يلا لم نفسك قد حبش. طيب الحمد لله يا رب العالمين، نحمد ربنا. ها هنقعد بقى نتكلم كده ولا هنتكلم في المشكلة اللي احنا جايين عشانها ولا نعمل ايه؟ لا يا سيدي هنتكلم في المشكلة اللي احنا جايين عشانها ونحلها كمان. وابوك الراجل الطيب ده جاي مخصوص عشان كده، ومتفق مع عمك ابو شعيشة مش هيخش البيت الا وايده في ايدك كمان. لا اله الا الله. بس انا المشكلة مش عندي، المشكلة عندها هي. انا والله العظيم لو عليا يابا اروح وابص راسها وراس ابوها كمان. يا ابني افهم بقى الكلام ده، الحريم مالهمش فيه. ده كلام رجاله، واللي يقوله الرجاله هو اللي يحصل. لا انا مش هرجع غصب عنها، لو هي مش عايزه ما رجعش. طب انا عندي فكره يا حاج احمد، ايه رايك لو خدناها معانا الحج؟ حلوه الفكره دي قوي. هناك هتهدوا والدنيا تصفى ما بينك وما بينها. عين العقل يا محمد، عين العقل. بص بقى انت تروح لها وتقول لها حتى لو هي عصت عليك ورفضت تصالحك مش هترفض الدعوه اللي جايه لها من عند ربنا عشان تحج. طبعا وبالمره نحج والنفوس تهدى. ابوك معمك وانت وسميحه، ما انتوا فوله واتقسمت نصين، قصدي جوازتين. لا ما تغلطش، انا سابق ابوك واحده واحتمالي الاثنين. قصدك ثلاثه صفا ومروه وام هاشم. انا عبيته بتصحح لي. لا قصدي اتنين بنتين. ولا يا فتحي قرب مني عشان عايز اقول لك كلمه في ودنك عشان اخواتك ما يسمعونيش. خير؟ انا مش سامع حاجه، ما تعلي الصوت شويه. مراتك بتتصنط علينا من عند الطرقه يا وحش. يا
بتجرى لك حاجه في حقنك يا بدريه؟ ما بتستريش ابدا، ابويا شافك كنت بتصنط علينا. ما كنتش بتصنط، انا كنت في الحمام. وهي حبكت الحمام دلوقتي؟ لا بقى كنت بتصنط. طب اه يا فتحي كنت بتصنط عشان كنت عايز اعرف انت مخبي عليا ايه، واديني عرفت انك كنت طالع الحج من غير ما تقولي. وحياه امي ما هعديها لك. جرى لك يا بدريه؟ ما انا كنت هقول لك طبعا. وايه اللي كان مسكتك يا اخويا؟ ولا هي معزه سميحه عند اخوك اهم من معزتي عندك؟ ده كلام برضه بداره، ده اللي في القلب في القلب. اديني اماره. اماره اكتر من اللي انا عملته لك واللي لسه هعمله، عايز اماره؟ وبعدين تعالى لي هنا يا اخويا، هو احنا مش خرجنا من السعوديه مترحلين؟ وطي صوتك يا بدريه، وطي صوتك. اه طبعا خرجنا مترحلين. واللي خرجك مترحل ده هيرضى يدخلك السعوديه تاني ازاي؟ ما هو يا بدريه انا مش راح اشتغل، ده راح احج بيت الله الحرام. وهي يا اخويا الست اللي انت متجوزها لا سمح الله مش مسلمه؟ استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم، ايه الكلام ده بدريه؟ ده انا متجوز البركه كلها. لو انا البركه يا حبيبي زي ما بتقول، ولو معزتي عندك كبيره ما كنتش استخسرت فيها الحسن اللي حجلك في بيت الله في الحج، وكنت اسم حلال. طبعا حلال ونص كمان، المصلحه دي مصلحه لوز لوز اللوز يا محمد. لوز ازاي بس يا حاج؟ يعني راجل مدير الفندق يتخانق مع شركه السياحه نقوم احنا نعمل شركه سياحه؟ هننط الناس في شغلها يعني؟ ده كلام يا حاج؟ ده احنا جايين نحج يا حاج. يا سبحان الله، هو انا اللي وقعت بينهم يا ابني؟ انا دخلت عليهم المكتب لقيتهم بيتخانقوا، ولقيت الراجل بيقول كل حي يروح لحال سبيله، ده حتى قال له الفلوس اللي عندي ليك مش عايزها. طب ايه رايك في الايام المفترجه دي نصلح بينهم؟ طب ايه رايك انت لما تتصل بحبشي جوز اختك وتخليه يخلص لك اجراءات واوراق شركه السياحه، وانا هقابل الاستاذ مسعود واقول له انا مستعد اشتغل معاك في اي شغل بس اول ما ارجع مصر. يلا. استاذ مسعود مين يا حاج؟ مسعود المصري المدير في الفندق اللي هنا. ماشي يا حاج اللي تشوف، بس بالمره بقى خليه يشوف لنا اوضه لامك اللي عامله قلق. امال انا كنت رايح له ليه؟ بس ما لقيتش ولا غرفه فاضيه. طب وبعدين هنعمل ايه مع امك وابوك؟ برضه هيقول لامك وابوك يا ابني ركز في المصلحه قبل ما تطير من ايدينا. اسمع اللي بقول لك عليه، الرجاله يا ماما ما بتجيش غير بالطريقه دي، تعامليهم زي ما بقول لك كرامتهم ورجولتهم هتنقح عليهم. يعلوا صوتهم، تعلي صوتك اكتر يتكسروا ويبقوا طوع. طب وفرضي بقى كرامتهم نقحت عليهم وركبوا دماغهم اكتر؟ اسالوني انا عن ولاد توفيق، دول يشوفوا اللقمه في ايدك يتسرقوا، وعشان كده مش ممسكين حاجه في ايدينا. بس اللي انا اعرفه يا بدريه انك داخله في كذا مشروع، وان كمان فتحي بيعمل لك مصنع. خمسه وخمسه يا حبيبتي، ما عشان انا عرفت من الاول وفهمت ان ليا حق وعرفت اجيب حقي من عين العفريت. اللي انت ما تعرفيهوش بقى ان فتحي جوزك الكبير ده هو ابخل واحد فيهم، انما جوزك انت كريم وايده مخرومه، بس الخير اللي فيها بيسقط على غيرك. والنبي ما تقومهاش على جوزها، احنا مصدقنا انهم اصطلحوا. ونبي يا اختي خليك انت في حالك، لعبه الحب وخلصت والجواز وحصل، الراجل بقى هيطلب ايه منك بعد كده؟ يطلب المعروف. ما هو المعروف انه بدل ما يلم قطط ويذبح حالك تذبحي له انت بدل القطه 1000. يا شيخه حرام عليك. استني بس انت يا نعم. استنى ايه بس؟ الراجل واختار يصالحك بحجه تقوم انت تدوري وراه؟ جرى ايه يا اختي؟ ده انت شكلك عايزه تخربي علينا. مالكيش دعوه بيها يا بدريه، خليكي معايا. طبعا اذنكم بقى انا هنزل لمحمد. استني بس يا نعمه، رايحه فين؟ ما كلنا هننزل مع بعض. يا جماعه احنا جايين نحج مش جايين نختاب الناس. نختاب ايه يا منختاب؟ دول رجالتنا.